طيب خلينا نروح نشوف اهم ما كتب عن النادي الاهلي في الصحف النهارده. الأهرام: أهلي يتقدم للمركز العاشر في جدول الدوري، نجح في تحول تأخره إلى فوز مستحق على الجونة 2-1. الأخبار: وسط أجواء ممطرة الأهلي ينجو من فخ الجونة بفوز صعب. مجلة الأهلي: بكل رجولة هزمنا الظروف والجونة. مجلة الأهلي: على ملعب السلام ومساعدة الجمهور الأهلي واصل صحوته في الدوري ويخطف الجونة 2-1. الحاوي وليد سليمان يصنع هدفا للشيخ ويسجل الثاني. المساء: الاهلي عدى الخطر رغم المطر. الاحمر حاول تاخره بهدف امام الجونه الى الفوز 2-1. سليمان قلب الموازين في الشوط الثاني واخترق دفاعات ابناء صدقي. مجله الاهلي: ندفد سر التحول وناصر بدايه جديده. كريم الجوكر الجديد لاعب تكتيكي من الطراز الاول. مجلة الأهلي: مساء الأحد في السلام، عجلات المؤجلات تدور بأقصى سرعة بشعار راحة مفيش، الأهلي واجه طلائع الجيش. المساء: بعد فشل التعاقد مع رامون دياز الأهلي يقترب من مانويل جوزيه والفرنسي دي صبر البديل. غالي يقود المفاوضات لإقناع البرتغالي بالعودة والعدول عن قرار الاعتزال. مجلة الأهلي: مؤمن زكريا بهدوء، وقعت للأهلي وأنا مغمض العينين، حموت نفسي في التدريبات حتى أعود مؤمن الذي تثق فيه الجماهير.